طب بشكر حضرتك طبعا على تناول هذا الموضوع الهام في هذه الأوقات الحرجة من وطننا الغالي. وبدي زي بد خليني بس اقول لسعادتك ايه التغيرات التي حدثت في عالمنا الرقمي اللي احنا عايشينه، عشان حتى الناس المواطنين يعرفوا ان احنا في عالم مستجد، عالم رقمي جديد، ليه اليات معينه. الاليات المعينه دي نجمه عن ثوره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما قدمته للبشريه من انجازات عظيمه، اهمها شبكه الانترنت والسوشيال ميديا، عشان ما نقولش ان كل حاجه مش كويسه. صحيح. نبص للنص الكوب المليان، مش عايزين نص كوب الفاضي. اصبحنا بفضل هذه التكنولوجيا الحديثه لا يمكن ان تتم اي عمليه من عمليات التنميه المستدامه او تحقيق الامن الا من خلال استخدامات التكنولوجية. نعم. واصبحنا بنعتمد اعتماد شبه كامل على هذه الاستخدامات، على شبكة الانترنت والسوشيال ميديا والموبايل وكل الاجهزة الرقمية الموجودة في عالمنا المعاصر. زي ما حضرتك قلت اصبحنا قرية تكنولوجية واحدة نتأثر ونتأثر. يعني الكلمة اللي حضرتك بتقولها النهاردة ثانية واحدة زي ما قلت سعادتك في البوست اللي جه لسعادتك يروح العالم كله بيشوفه في هذه اللحظة. نعم. فبنقول ايه مع هذا التقدم الجميل جدا، صاحب هذا التقدم وبنفس الخطورة مساوئ سلبية وانعكاسات خطيرة جدا. تمثلت هذه المساوئ والمحاذير في ايه؟ في وجود جريمة مستحدثة هي الجريمة المعلوماتية. جريمة بتستخدم التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ارتكاب العديد من الجرائم. ده نمرة واحد، وبيستخدمها المناهضين والثوار وكلام من ده، والأصحاب ذوي النفوس الضعيفة والاحتيالين وما إلى ذلك. نمرة اتنين، ودي أهم حاجة حضرتك، إن جميع وكالات الاستخبارات العالمية وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، شوف بقى دي أهم حاجة، بتتسابق نحو استخدام هذه التكنولوجيا في كل أنشطتهم لتحقيق أهدافهم. ليه؟ لأن هي بتعمل لهم ماكسمايزيشن للأرباح وللفوائد بتاعتهم بأقل تكلفة. صحيح. بأقل تكلفة وهم قاعدين في يد. يعني هقول لسعادتك حاجة، أحد الخبراء العسكريين الأمريكيين في وكالة الأمن القومي الإسرائيلي سنة 2004 في اجتماع قال لهم احنا خلاص بنبدأ حروب الجيل الرابع، الويرفور حروب الجيل الرابع اللي بتعتمد على حرب المعلومات. هنجعل الدول تدمر نفسها بنفسها. صحيح. ومن داخلها، وهو ما يحدث. صحيح. نفسها بدون أن نطلق طلقة واحدة. تمام. أحد مديري السي اي الامريكي المخابرات الامريكيه قال بعد سنوات من الصمت والدراسه والتحليل وجدنا ان احنا كنا بننفق اموال طائله وبنبذل مجهود وللاسف الشديد نجمع معلومات والناس توعيه تنشر هذه المعلومات على الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها وتقوم بتحديثها. نعم. معلومات اسريه، معلومات وظيفيه، ومعلومات عن الدوله. إذن هم بيستخدموا الفيسبوك ده بالرغم الإيجابيات اللي بنقولها عليها في كل حاجة.